بعد حملة التوقيفات اللي قامت فيها القوى الأمنية بالأيام الأخيرة الماضية بكل المناطق اللبنانية بحق الصرافين غير المرخصين أو المرخصين غير الملتزمين بتعميم مصرف لبنان حول التأيد بالتسعيرة المحددة 3200 ليرة، قررت نقابة السيار في التسكير والتوقف عن العمل حتى إطلاق سراح الصرافين الموقوفين، وعقدت مؤتمر صحافي اليوم لتوضيح موقفها من التوقيفات وارتفاع سعر الدولار إضافة لرأيها بتعميم مصرف لبنان. بلا إمكانية للعودة إلى السوق طالما أن الزملاء لنا في المهنة أصبحوا أشبه بمعتقلين، قدموا أضحية على مذبح ينحر فيه النظام الاقتصادي الليبرالي الحر الذي يراد منه أن يصبح حبرا على ورق، بدليل ما يطلب من مؤسسات وشركات الصيرفة أن يبيعوا ما لديهم من العملات الصعبة دون الاعتداد، ما إذ كانت مرصودة كمؤونة أو احتياطي مقابل كفالات أو أموال خاصة أو أمانات. لا مبرر للخروج على القانون عبر تقييد حرية الصرافين وإهانتهم وخرق حرمة مؤسساتهم والعبث بجواريرهم وخزائنهم بحجة إعادة النصاب إلى القانون. إن المرجع الوحيد للتعامل مع الصرافين القانونيين الشرعيين النظاميين هو مصرف لبنان والهيئات الرقابية وليس قوى الأمن، وصولا إلى القضاء العدلي. صار في كذا تعميم عم يصدر مصرف لبنان، نحن ما عم نقدر بقى نلحق إذا بدك على التعميم، رأينا فيه، نحن رأينا بيقول إنه اليوم العرض والطلب هو اللي بيحكم السعر ومش ورقة مكتوبة هي بتحدد السعر. تلفزيون نشرة كان حاضر بالمؤتمر فوجه مجموعة من الأسئلة الاستضاحية لنقيب الصيارفي محمود مراد. كلنا بنعرف إنه المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم هو اللي أمر بحملة التوقيفات للصرافين. صحيح. قيل إنه بعد حملة التوقيفات قمتوا بزيارة للمدعي العام المالي، شو كان سبب الزيارة تحديدا؟ أول شيء الصرافين اللي هن اتخذوا هن صرافين شرعيين، والصراف الشرعي مثل ما وضح لنا حتى الرئيس علي إبراهيم إنه في عنده ثلاث حالات هو عم بيحاول يعالجها. الصراف اللي هو غير شرعي اللي رح يضل اكيد مبسوك ورح يتحاسب، والصراف اللي هو سعر على تسعيره اعلى كمان رح يكون له محاسبه، واللي هو ما بيع. نحن وضحنا له انه الموضوع اللي هو تسعيره مثل ما نحن بنعرف في سوق سوداء وفي ابلكيشنز وفي ناس متواجده على الطرقات ومتواجده بكل المحلات اللي هي عم تلعب. الصراف الشرعي صراف الشرعي ما عم يتلاعب، هو عم بيلحق تعميم مصرف لبنان، ونحن وضحنا هالصورة للرئيس علي إبراهيم وهو أكيد متفهم الموضوع. طب إذا هو متفهم الموضوع، هو يعني هذا الكلام هو سمعه يمكن بزيارة سابقة، يمكن شو الجديد اللي حاولتوا توصلوا له إياه؟ قلنا له لسعادة القاضي إنه ما في ولا قانون بيجبرنا نبيع ب 3200 إذا ما اشترينا. شو كان جوابه؟ كان جوابه انه نحن عنا تعميم صدر بدنا نطبقه اليوم، انتو اذا ما بعتوا او ما اشتريتوا على هالتعميم نحن بنعتبركم مخالفين. اليوم نحن ما فينا نشوف الخلفيات ولا فينا نفهم شو هالسبب اللي خلى هالحملة تكون جاهزة من قبل بوقت وتداهم محلاتنا صباح اليوم التالي لاصدار التعميم. يعني استغربنا، وكانت بعدين المبرر لاحقا بانه انتم ما عم تبيعوا الدولار ب 3200. يعني انحكى كثير خاصه مركزك بالضاحيه عن غطاء حزبي لمركز حضرتك، وكثير من المراكز خاصه مع فرض بعض العقوبات الامريكيه على بعض المراكز الصيرفه بالضاحيه. كيف تبرر هذا الموضوع، وهل بتشوف انه نرفع الغطاء عنكم؟ هذا سؤال يمكن تعرف هذا ما لازم ينسأل حسب المعطيات اللي كنا بنشوفها. المعطيات هذه كلياتها تنزل على السوشيال ميديا، واكيد في غايه من وراها. الغايه من وراها يعني استقرار النقد وهز الامن، وهذا كمان كان امبارح في يمكن نزل بيان انه ما لنا اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد مع الحزب،
ووضح الحزب بشكل واضح. ولا حركة أمل؟ ولا حركة أمل ولا حدا. نحن أكيد ما لنا أي علاقة بأي حزب. ما في.